تتفاقم معاناة سكان قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الغذاء، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك. كاميرا العربي رصدت الوضع في سوق الشيخ رضوان وسوق مخيم الشاطئ وأوضاع الناس واستعدادهم لاستقبال الشهر الفضيل. في مثل هذه الأيام أجواء رمضانية إيمانية وحركة تجارية نشطة تنبض بها أسواق مدينة غزة ابتهاجا واستقبالا لشهر رمضان الكريم، ولكن بعد أكثر من 150 يوما من الحرب الإسرائيلية والحصار المتواصل على مدينة غزة، سوف نرصد لكم حركة الأسواق في سوق الشيخ رضوان وسوق مخيم الشاطئ. نحن الآن متواجدون في سوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهذا السوق الذي يخدم قرابة 60,000 مواطن. كما نشاهد محلاته مغلقة، تدمير كامل تعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فيش أجواء في رمضان العام، الأهل بتفرقع والحبايب بتفرقع والدنيا كلها دمار زي ما انت شايف. أني أجواء بتتحدث عنها؟ عن الجوع ولا العطش ولا حرمان الأهالي ولا الشهداء ولا إيش ولا إيش؟ ولما يجيك ابنك الصغير يقول لك بدي أكل، أنا بدي أصوم، حتى أنا بفكر ما صومش حدا، لأن بدهم يصوموا، إيش بدهم يفطروا؟ إيش بدهم يلاقوا أكل؟ كما نشاهد دمار كبير خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوق مخيم الشاطئ، توقف تام للحياة داخل هذا السوق الذي كان من المفترض أنه يعج في هذه الأثناء لعدد كبير جدا من المواطنين الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان ويتزودون بالمواد التموينية استعدادا وابتهاجا لهذا الشهر الكريم. والمشهد هنا يتكرر في سوق الشيخ رضوان كما هو الحال في سوق مخيم الشاطئ. هذا السوق اللي كان بعج الآن في البني أدمين وفي أصوات التكبيرات وأصوات التهليل والفرح، طبعا حياة بتكون اليوم. هي سوق الشيخ رضوان أشبه بمدينة أشباح، حتى يمكن مدينة الأشباح فيها حدا بتحرك، لكن عنا الحمد لله زي ما انتم شايفين دمار كامل شمل كل شيء. الظروف عنا قاسية جدا جدا، وهذه أجواء رمضان اللي أنا يعني بشكر الناس اللي ساهمت طبعا في مساعدات، بس هذا قليل بالنسبة للوضع، لأن هذا قليل. إحنا بالنهاية مش متسولين، إحنا شعب يعني يفتخر فيه، لكن اللي صار فينا هذا شيء يعني شيء غريب جدا. مع حلول شهر رمضان الكريم واستمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، يخشى المواطنون من تفاقم معاناتهم في هذا الشهر لازدياد احتياجاتهم للمواد التموينية وإطعام أطفالهم. من وسط مدينة غزة، محمد عرب، تلفزيون العربي.